في اخبارنا اليوم لهذه الفقره وروحوا الفريد الروكور اللي راهو داير ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. لا حدث ولا حديث الا عن فريد الروكور وعن تصريحاته اللي بعد ما صرح انه ما يعرفش سول كينغ الان يقصف ريفكا ورغيس محمد رغيس. يلا بينا نشوفوا هذا الفيديو ونعاودوا نرجعوا على الكره. سليم قال واقف كيفاش يلعب اللعبه هذيك اللعبه حاجه تحطوا هذا تحطوا مع سيد احمد اقومي هذيك شوف ريزاتور سيد احمد اقومي على بالك اعطيني لا ديفينيسيون تاع مسيو سيد احمد اقومي عباك سي غراف واش صاري خو ما نخدمش انا خو ريح في داري نضرب الحوت والكروفات وما نخدمش وما نديرش تباه داير باسكو علاه تباه داير وتشوم صحاح يا خو هاد العباد وجوههم صحاح انكصاب تنا يعودوا لي خلف دور عمل هذا شكون؟ ريفكا ريفكا هذا مين جاكاني؟ هذا مازال هاد اكزيستي ولا العباد كاينين؟ كاينين واش دار هذا؟ وعنده جمهور كبير فريد ما تنساش هذا واش دار هذا؟ خليني نكمل ومن بعد روح شوف مقام الشهيد عمرو ايه على ما بصح واش دار يغني كونسير ما يغني ما والو هذا ماشي اللي صوتي على الجبل ويصوتي هذاك صوتي على الجبل هذاك هذا البنادم هذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ها؟ ماشي هذا اللي جابوا عز الدين إذا كانت هذه هي تصريحات فريد الروكور مع زميلنا بلال كباش وكذلك كان حاضر سليم أغار وبعد هذا الفيديو نشوفوا يلا نشوفوا الصورة اللي بعدها ميمو لأنها متعلقة بنفس الموضوع قام كل من ريفكا وكذلك محمد رغيس بوضع صور لفريد الروكور على ستوريات في موقع الانستغرام وقالوا نفس الكلام فريد الروكور فنان قدير وله كل احترام راك مسامح فريد لان احنا لي زوم واش نقدروا نعلقوا على هذا الموضوع شوف والله انا بصراحه إن انا نحيي هادو نحيي فريد ولو ما نعرفهمش هادوما فريد معروف بهاد الخرجات تاعو هاك معايا واللي ما يعرفش فريد يقدر يزعف عليه صح اللي يعرف فريد الروكر والله غير ياخذها بكل عفويه ما نكذبش عليك انا واحد من الناس علاش فريد كاش نقول لك آسم نحبوا ولا نكرهوا كاين الناس اللي ما تعرفوش مليح فريد عنده كما نقولوا احنا موسوعه ثقافيه ما تقدرش تتصور سورتو في الموسيقى يعرف اسامي تاع جزائريين يعني خدموا الفن خارج الوطن حرق لك مخك انا غير كيما تلاقيت معاه حكى لي على واحد الشونتور عايش في تايلاند الجيريان يدير الموسيقى يعني واحد ما يعرفه ماشي بون يعرفوه بصح ماشي شايع هذا عنده علاقه معاه وكذا سي تو طافي نورمال يرياجي هكا هو داير هكذا انا كي تلاقى معايا يقصفني ديريكت يقول لي انت اخويا وخويا فريد نقول له فريد نحبوك مغم انت مشاكس وكذا وداير تير يا خويا انا نحبك وبالنسبة سمير للموضوع اللي فتحوه وقالوا أنه يوضعوا محمد رغيس مع سيد أحمد أقومي في نفس العمل واش تقدر تعلق لنا على هذا يعني كان حديث ساخن في هذا الموضوع بالذات بلاتو هذا قال لك كيفاش يوضعوا رغيس مع دوكا هذا اختيار يرجع للمخرج ويرجع للمنتج رغيس في الصح يعني هو كان رغيسة يعني كان عنده التكوين مليح وقرا ومشي انا نقول لك يعني يقرا مليح تما ويواظب ممكن كان ممكن يقدر يكون يقدر يمد شويه لا كامل باسكو هو راهو يقرا فيزيكمون ايتو والله تحس باللي تقدر تخرج منه دوكا يكون مع 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 الفنان الكبير سيد احمد اقومي سيد احمد اقومي عنده 40 سنه ولا 50 سنه في راه شحال هو يمثل في التلفزيون 60 سنه وفي شحال 60 سنه مسرح ويمثل 50 سنه مسرح وسينما وتلفزيون ما تقوليش في 50 سنه اكيد 60 سنه 60 60 فهمت من الناس سيد احمد اقومي يبان لك صغير وكبير الله يبارك 60 سنه 60 سنه كارير اكيد يكونوا جازوا عليه كيما رغيس وقل من رغيس وقل من رغيس هذه ديرها بيان في بالك باش نتفاهموا وسيد احمد اقومي يعني ماشي انسان متكبر ولا يلعب مع حتى تجيب له ما على باش انا واحد لا علاقه كاع وسي يكون شويه مكوتشي يقدر يلعب معاه عادي يلعب ولو كان واحد يقلقو ويشوف لي لا امل معاه صح يلودي صح